وبركاته. أسعدتم صباحا مع التحديات وانطلاقة ثالثة من أشواط الخير والبركة والمحبة والتواصل شوط الجعادين. الثنايا أيضا المحليات لأبناء القبائل ينطلق في حفظ من الله ورعايته. هذه الأسماء اللامعة 18 اسما يبحثن عن الفوز وعن الانتصار وعن التأهيل وعن السعادة وعن الفرح. من هو سعيد الحظ المنتصر بالفائز الأول؟ من هم الفائزين العشرة الأسماء الأولى؟ من هو من الآن يفتتح إذاعة هذا الشوط؟ هنالك هملول في مقدمة الشوط، للسيد ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي في مقدمة الشوط. بينما أنتقل بدوري إلى المركز الثاني وإلى شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري مع المركز الثاني، أنتقل إلى ثالث الأسماء، فهنالك أيضا الزعيم حمدان أيضا بن براك بن خلف المزروعي مع المركز الآن الثالث ورابع الأسماء. ملفت حمد بن عويض بن سهيل الخيلي مع الآن المركز الرابع، خامسا الوصول من قبل سراب للسيد مبارك. هنالك من خطر قادم، الزعيم وكذلك شاهين، وينضم شاهين الرابع، ولكن السيطرة مع شاهين. سيف بن غالب بن سلطان المنصوري الزعيم على المركز الثاني، حمدان بن خلف المزروعي، شاهين على المركز الثالث، عتيق بن حمد بن بخيت بن قريع المري. أعود مع المقدمة، أعود مع الانطلاقة القوية. 500 متر النهائية ترحب بشاهين وترحب بن غالب، وهنالك الزعيم وشاهين على المركز الثالث. يا لها من قوة، الناموس وين؟ هل إلى العين أم هل إلى هذه الوثبة؟ راي آخر بالناموس وبالانتصار. شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول للسيف بن غالب المنصوري. بينما المركز الثاني فهنالك الزعيم حمدان بن خلف المزروعي. يا لها من تحديات مع الجعادين المحليات في الشوط الأول الرئيسي، ولكن شاهين سلام شاهيني سلام، وتحية واحترام والسلام وثباوي من الوثبة وظل في الوثبة لهذا البطل سيف بن غالب المنصوري. المركز الثاني الزعيم حمدان بن خلف المزروعي، ثالث الأسماء شاهين عتيق بن حمد بن قريع المري، بينما رابعا هنالك فايل بن حليفسة بن حصيبان، وخامس الأسماء سراب المبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي. هكذا التحديات القوية، هكذا السلالة الشاهينية استطاعت أن تنتصر مع هذا المنتصر. التحية والاحترام للسيد سيف بن غالب بن سلطان المنصوري على هذا الفوز المستحق. التوقيت الزمني يا مخرجنا العزيز. ثمان دقائق أربع ثواني وسبعة أجزاء. التهنئة للسيد سيف بن غالب بن سلطان المنصوري على فوز شاهين بالمركز الأول، بينما الزعيم حمدان بن خلف المزروعي فأيضا قدم عرض ممتاز يشكر عليه، حيث قطع رحلة الخمس الكيلومترات في زمن وقدره. ثمان دقائق خمس ثواني وجزئين من الثانية، بينما ثالث الأسماء فكان شاهين عتيق بن حمد بن بخيت بن قريع المري. ثمان دقائق ثمان ثواني وجزئين من الثانية. شكرا لكل الإخوان على التواصل المستمر. أيضا الكلمة تنتقل مباشرة إلى ياسر العطوي.